السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في جولة بين الحقول. هذا هو نبات القمح، كمحصول حبوب شتوي. الطريف في الأمر هنا أن المزارع قام بشراء شتلات الليمون وقام بزراعتها على جسور الأرض. لمن يرغب في إنشاء مشروع موالح، شتلات الليمون تشترى من مصدر موثوق به ويتم زراعتها بكل سهولة كما نشاهد. هذه شتلة الليمون يلاحظ بها أشواك، يعني دائما أبدا الليمون أو اللارنج يتميز بنسبة أشواك عالية. هذه إحدى شتلات الموالح كما نشاهد. قام المزارع بزراعتها على حدود أرضه. وفي محاولة لتوثيق ملامح الريف المصري وهذه الروائع من أشجار وشجيرات، نعرض على حضراتكم هذه الروعة وهذه الملامح. هذه أشجار الجزورين، وهذه مرة أخرى بعض ملامح الريف المصري وقيام بعض المزارعون ببناء منازلهم وسط الأرض الزراعية. عن بعض ملامح الريف المصري، عن أشجار الجزورين، عن زراعة المزارع لشجيرات أو شتلات الصغيرة من الليمون واللارنج. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة لدعمنا ولكي نستمر. شكرا.